بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد اللي بيحصل في غزة ده مأساة بجميع المقاييس، لكن في سؤال، مين المستفيد؟ يعني حماس لما خططت عشان تعمل الهجوم ده على إسرائيل، هل ما كانتش متصورة رد الفعل بتاع إسرائيل هيكون إيه؟ أكيد في هدف. طب مين اللي بيحرك المسائل؟ يعني هو حماس لما تضرب إسرائيل هل هي مش هتتصور ان اسرائيل هترد بقسوة عنيفة؟ فمين المستفيد؟ مين اللي حرك القضية؟ اللي حرك المعركة دي على الارض؟ اسرائيل كل اجهزة الاستشعار بتاعتها والكاميرات مشتغلتش اثناء الهجوم، حاجة غريبة جدا دي. هو احنا مش زمان قعدوا يقولوا لنا ان حماس دي اللي عملتها اسرائيل، زي كده امريكا ما عملت داعش؟ هل هو خلاف بين حماس واسرائيل فحماس توعدت اسرائيل طب انا حوريكي والضحيه غزه والشعب الفلسطيني؟ زي بالظبط كده اوكرانيا، امريكا عايزه تحارب روسيا وقعت اوكرانيا في كمين فبتضرب روسيا في اوكرانيا، ومين الضحيه؟ الشعب الاوكراني. زي بالظبط الورلد تريد سنتر، مركز التجاره العالمي، اتضرب. اتضرب ليه؟ بصوا للنتيجة، النتيجة ان قواعد عسكرية في الخليج، مبيعات ببلايين بلايين الدولارات لدول الخليج اسلحة امريكاني. مين المستفيد؟ المستفيد هو اللي بيحرك الارض. فدلوقتي المستفيد دلوقتي مين؟ يعني هم عايزين ايه؟ طيب الشعب الفلسطيني، المدنيين ضحية، ماشي. طيب حماس عايزة تثبت للعالم ايه؟ اسرائيل هترد؟ اه طبعا هترد. يعني هل ده حاجة جديدة عليها؟ لا مش جديدة عليها. معروف ان السياسة سفالة ما فيهاش فيها رحمة ومنفعة، يعني مصلحتي وبس واللي يموت يموت. فلازم يكون في حد هنا له مصلحة حرك المسائل، خلى حماس تعمل الحركة دي. يعني حماس اكيد بالحركة دي مش هتنهي القضية الفلسطينية، لانها مش هتنتهي. وبعدين يعني هل مثلا الحركة دي هتؤدي إلى سلام؟ دي غزة اتدمرت، الناس بتعاني خلاص. يعني أنا مش فاهم، يعني حاجة توجع القلب. الصراع حاليا ما بين إسرائيل وحماس، أو إيران بتحارب إسرائيل في غزة. هل مثلا نفهمه إن إيران بتحارب إسرائيل في غزة؟ طيب يا إسرائيل، لو إيران اللي بتحاربك ما تحاربي إيران. أهل غزة مالهم؟ مالهم؟ ما أنت عارفة إن حماس يعني مش كل شعب غزة بيأيدها. فالمدنيين دول أنت بيتقتلوا دول، ما تقوليش ما إحنا اتقتل عندنا. طب ما أنت في حالة احتلال إسرائيل، يعني أنت محتلة أرض فلسه تتوقع إن في مقاومة. أنا مش بدافع، قتل الأبرياء والناس المدنيين مفيش قانون يقوله، لكن مين الفاعل؟ الفاعل صاحب المصلحة. هيبان بقى مين صاحب المصلحة sooner or later، لكن اللي بيحصل ده حاجة منتهى السفالة، منتهى الإجرام، منتهى الإجرام إسرائيل بتعمله، وإجرام اللي حماس عملته. لأن حماس عملته وهي مدركة رد فعل إسرائيل تضرب غزة الضرب ده. الله، طب انت بتضحي بغزه ليه؟ مش دول شعبك؟ يا حماس انت اساسا كنت عايزه ايه من اسرائيل بالهجوم ده؟ هو ده السؤال. مين اللي حرك المسائل دي عشان توصل لايه؟ ان القضيه ما تتحلش خالص، ان ما يبقاش في غزه، ان اسرائيل تاخد معاناه اكتر، اسرائيل بتاخد كل اللي هي عايزاه. مين المستفيد؟ والمستفيد عايز ايه؟ هو ده السؤال اللي يا ريت تشاركوني ونعرف اللي صاحب فكرة الهجوم ده عايز ايه في الاخر؟ عايز استفيد بايه؟ شكراً.